لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مع الانتر ناغاتومو، محاولة وكرة في الجانب الايمن، عرضية بالروس، الله على يدير الكرة الاولى والتهديد الاول للانتر، يسجل هنا الفريق الايطالي عن طريق يدير بكرة رأسية رائعة جدا في الدقيقة الثامنة. الانتر يتقدم من التهديد الأول. شوف الكرة العرضية الرائعة والرأسية الذكية والقوية هنا عن طريق إيدير. إيدير يسجل والإنتر يتقدم. الإنتر يتقدم هنا، فرحة أولى للنيراتزوري. لقطة جميلة جدا، يحاول فيها الياباني بيريسيتش. بيريسيتش يلعب الكرة العرضية والرأسية، مرة أخرى يظهر إيدير، رأسية رائعة من إيدير يسجل الهدف الثاني للنيراتزوري. رأسية أولى في الدقيقة الثامنة ثم رأسية ثانية في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول. هنا بيريسيتش والكرة العرضية الرائعة من بيريسيتش، كيف يتمركز داخل منطقة الجزاء. يدير بضربة رأسية أيضا قوية وصعبة على أوليريك من بين أقدامه بشكل رائع جدا. يدير يسجل هدف أيضا لم يكن مراقب، لم يكن ترك لوحده في اللقطة الأخيرة. يدير يسجل هدف ثاني لمصلحة